السلام عليكم المتتبعين ديولي الكرام، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وعلى احوال طيبة يا ربي. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينة وعلى الدعم ديالكم الكبير اللي كنتلقى منكم، فشكرا شكرا لكم كاملين، سواء كنتوا رجال او نساء. فاللي كنعرف ولا اللي ما كنعرفش حتى هو يعني من المتتبعين ديولي اللي كنعرفه في الخفاء، فتا هما كنشكرهم من جديد. وكي دايرين مع هاد الحرارة هذه؟ اللي صراحة حرارة اللي هي مفرطة مفرطة جدا، اللي صراحة ما قدرناش نتأقلموا معاها، ولكن الحمد لله على كل حال. بالنسبة اليوم غادي نشارك معكم بالنسبة للنساء هاد الوصفة، يعني خاصة بالنساء، وصفة اللي هي صراحة واحد الوصفة اللي هي سحرية 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 لواحد الدرجة ما كتصورش. هانتوما غادي تتابعوا معايا وغادي ديروها وغتوليو مدمنين عليها، يعني ما غتبقاوش تخلو عليها نهائيا. لان صراحة انا شاركتها معايا واحد الاخت اللي هي الاخت اسراء اللي هي في ايطاليا، صديقة واخت وحبيبة اللي كنشكرها بزاف من هذا المنبر هذا، وقلت علاش لا اللي ما نشاركش مع المتتبعين ديولي الكرام. فبقاو معايا، انا غادي ندوز نوريكم شنو غادي نحتاج وكيفاش غادي نديروا هذه الوصفة هذه السحرية اللي هي وصفة البوتوكس الطبيعي. فبالنسبة لأول حاجة اللي غنحتاجو اللي هي التمر، اللي غنكونو محيدين ليه العظم ديالو، وغادي نحيدو حتى هاد القشرة هادي، يعني ما غنخليوش فيه هاد القشرة حتى هي، غنحيدوها كاملة. التمر يبقى غير داك اللحم ديالو لداخل. فصراحة صدقوني هاد الماسك هذا راه رائع رائع بزاف. كيف كتعرفوا يعني في فصل الصيف يعني كنحتاجو هاد لي ماسك بزاف، نديروهم ديال الخيار هكايا، ديال ما ورد، ديال الفورماج، ديال دانون مسوس، يعني هادو كاملين كنحتاجوهم بزاف للبشره ديالنا اللي كتكون حساسه في فصل الصيف. بالنسبه لي انا صراحه ما كنديرش مواد كيماويه، يعني كنفضل هكا دي ماسك اللي هي طبيعيه احسن من دوك المواد الكيماويه هكاك اللي كنديروها. فغادي نقيه كامل حتى نساليه كما كتشوفوا، ثلاثة ديال التمرات اللي غادي نحتاج، يعني اللي غادي ندير مثلا الا بغيتو ديروا لوجهكم ويديكم وهذه، فغادي تضبلوا المقادير باش يكفيكم. انا غادي نكتفي غير بثلاثة ديال التمرات فقط. صافي، من بعد ما نقيتهم كيف كتشوفوا، فمن بعد ما نقيت التمر ديالي كيف كتشوفوا، يعني حيدت له داك الجلده كامله، خليت له غير داك اللحيمه ديالو فقط، حطيته في الطبيسيل ديالي. غادي ندوز نوريكم المكون الثاني اللي هو ماء الورد. بالنسبه لهاد ماء الورد انا اللي كنستعمل صراحه، يعني نصيحه مني، يعني ما تستعملوش داك ماء الورد اللي كيكون اللون ديالو غوز بحال هكايا، فهداك خطير خطير جدا. لان واحد المره انا استعملته صراحه لقيت معاه حساسيه مع البشره ديالي، في البشره ديالي، ومشيت سولت في باغا فارماسي، يعني نصحوني بهذا اللي احسن من هذاك. والمكون الثالث اللي هو زيت اللوز. زيت اللوز هذا متوفر كتعرفوا، فنصيحه غادي ننصحكم، يعني ما تاخذوهش من عند العشاب ولا من عند دوك اللي كيبيعوا يعني في اماكن ماشي يعني صالحه. بالنسبه لهذا بيو، يعني ها هو بيو، يعني كتاخديه من باغا فارماسي ولا كتمشي لا فارماسي كتاخديه، يعني ما غاليش بزاف، ماشي بزاف، 60 درهم كدير هادي. لا صراحه زويون. غندوز نوريكم الطريقه كيفاش. فبالنسبه للطريقه كيف كتشوفوا، غادي نجيب واحد الاناء ديالي اللي غادي نحط فيه هاد التمر، التمر اللي انا نقيته ديجا. صافي، غادي نجيب ماء الورد، غادي ندير واحد جوج معالق ديال ماء الورد، جوج معالق كافيين. وغادي ندير واحد المعلقة ديال زيت اللوز، معلقة، يعني جوج معالق ديال هادي في معلقه ديال زيت اللوز. صافي، وغادي نخلطهم هكا واحد شويه واحد شويه. صافي، وغادي نغطيهم، غادي نغطيهم وغادي نخليهم ليله كامله،
يعني ما غادي نقلبهم ما حتى شي حاجه، يعني غادي نخليهم ليله كامله حتى لغد ليه. عاد غادي بالنسبه لي انا دابا ما غاديش نكمل معكم الطريقه، فغادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نكمل معكم باش نتبعوا خطوه خطوه باش ما نخليكم يعني تالفين في حتى شي حاجه. صافي، من بعد كما كتشوفوا، من بعد ضفت انايا ماء الورد على التمر ديالي وزيت اللوز. صافي، غادي نغطيه بالبلاستيك غذائي هكا. صافي، وغادي نخليه ليله كامله. يعني بالنسبه لهذا الماسك هذا ضروري تخليه ليله كامله باش داك التمر كيدخل فيه داك الموارد وهادي، وكي بحال كيفزق شويه، يعني كيجينا ساهل باش المهم من بعد غادي نوريكم الطريقه كيفاش، فما نحرقوش المراحل، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. من بعد ما كيف ما كتشوفوا، من بعد ما يعني خليته ليله كامله، يعني داك التمر ديالنا كيولي دابل، كيولي ساهل دغيا كيتمعس. صراحه صدقوني هذا الماسك هذا راه رائع رائع بزاف كما كتشوفوا، يعني كيولي دابل دغيا كيتمعس، يعني ما غاديش نلقاو فيه صعوبه. صافي، غنجيب واحد المعلقه ديالي. صافي، وغنبقى نضغط عليه هكايا حتى نحصل على واحد ها نتوما كما كتشوفوا دغيا سبحان الله دغيا هي كيتسمعس لينا، يعني ما تلقايش معاه صعوبه بتاتا. ها نتوما كما كتشوف، فما طحنوهش، من الاحسن هكا ضغطوا عليه، لان الطريقه انا اللي كندير ما كنطحنوش صراحه، وحتى الطريقه اللي وراتني السيده يعني هي ما طحناتوش، يعني هكا بقات كتضغط عليه حتى هو اصلا دغيا كينسجم مع بعضياتو دوك المقادير. بالنسبه لماء الورد وزيت اللوز يعني دغيا كينسجموا. صافي، غنستمر هكا حتى نحصل على واحد الكريمه اللي هي لينه. بالنسبه لهذا الماسك هذا فيمكن لك ديريه بحال اليوم وما ديريهش لا غد، وديريه نهار الثاني، اولا مثلا الا درتيه اليوم تجلسي واحد يومين وتعاودي ديريه، فصراحه رائع. هانتوما كما كتشوفوا كيفاش كيولي دغيا كيتمعس لينا بحال البطاطا. من بعد ما كيف ما كتشوفوا، من بعد ما ساليت انتما كتشوفوا حصلت على هذه النتيجه هذه، كيولي بحال هكا داير. انتما كيف كتشوفوا يعني كيولي على شكل كريم. غادي نجيب واحد الاناء اخر، غادي ندير فيه شويه ديال الماورد، اي واحد شويه. صافي، وغنوضع فيه هاد الضمادات ديالنا اللي كنديرو مثلا ملي كنكونو مرهقين كنديرو على عينينا، غادي نديرهم في الماء هكايا باش يشربوا ليا هاد الماء ورد، ان من بعد غادي نستعملهم. فانا هنا غادي نطبق لكم على يديا، ولكن من بعد راه غادي نديرو على وجهي، ما غاديش نضيعو. فمن بعد كما كتشوفوا، صافي غادي نجيب هاد الماسك ديالنا اولا هاد الكريمه ديالنا. صافي، انا غادي نطبقها هنا على يديا، ولكن من بعد غادي نوض نطبقها على وجهي. صافي، غادي نستمر هكايا. صافي، وغنبقى ندير واحد التموجات هكا بصبعي باش دوك العناصر يحاولوا يعني يدخلوا لابو ديالنا ويعطيو مفعول. اي واحد شويه ماشي بزاف، يعني نبقى نستمر هكايا حتى نحس بهاد الكريمه هذه ولات شويه عاقده او لا بدات كتنشف. فصدقوني صراحه هاد الماسك راه رائع رائع بزاف كيف كتشوفوا، يعني مواد يعني طبيعيه، ما عندك مناش تخافي. صافي، غادي نخليه هكا المده ديال 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. فمن بعد ما سالت لي المده اللي انا طبقت عليه هذا الماسك هذا كيف كتشوفوا، فصافي غادي نغسلو وجهنا اولا ايدنا اولا، المهم نتوما كتبقاو اختياري بالنسبه لكل سيده كيفاش يعني شو المناطق اللي هي عندها كتبغي تعمل فيهم لي ماسك ديالها. من بعد غادي نغسلو كيف قلت لكم، انا ما غاديش نغسل هنا غير غادي نمسح باش نوريكم الطريقه.
صافي غادي نجيب هذوك الضمادات ديولي اللي انا كنت دايراهم سبق لي ودايراهم في الماء الورد اللي صراحه رائعين. انا صراحه هادو كنديرهم بزاف. صافي غنديرهم على البلاصه اللي انا درت فيها الماسك ديالي كيف كتشوفوا. صافي غادي نخليهم واحد المده اولا نخليهم حتى ينشفوا. بالنسبه لدابا كيف كتعرفوا يعني كنشاهدوا حراره يعني مرتفعه بزاف، فنخليهم فدغيا غادي ينشفوا لي على الوجه ديالي. صافي ومن بعد غادي نشفو غادي نحيدهم. صافي والبشره ديالنا يعني راه غتكون اصلا ناشفه. صافي غنجيب الكريم ديالي اللي متعوده كنديرو، بالنسبه لي انا كندير هاد نيفيا هادي. صافي غادي نطبقها على الوجه ديالي او الايدي او الرقبه ديالي ولا المهم نتوما فين درتو سميتو ديالكم كيف كتشوفوا. صافي صافي وهالماسك ديالنا غادي يعطي النتيجه ديالو. صراحه صدقوني فهو ماسك رائع رائع، غادي تجربوه وغادي ان شاء الله تلقاو عليه نتيجه. ولقى التعاليق ديالكم في سميتو ديالي في لا فيديو ان شاء الله اللي غادي ننزل لكم. ودابا غادي نقول لكم بسلام عليكم، نخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله ومع وصفه جديده. خليكم معايا دائما وانا كنبغيكم وكنحماق عليكم كاملين كاملين كاملين. وشكرا لكم بزاف ومع السلامة.